السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. الان رحنا كنتواجدوا بمدينه وجده، عاصمه الثقافه العربيه ولا مدينه الحداثه بالمغرب. مدينه وجده عاصمه المساجد ولا مدينه الالف سنه. في هذا الفيديو خوتي غادي ندير واحد الدوره نشوفوا كي دايره الاجواء داخل مدينه وجده. نديروا دوره في شوارع مدينه وجده في هذا الجو المشمس، جو صيفي في بداية فصل الصيف. غادي ندير واحد الجولة خوتي ونشوفوا كي دايره الدعوة ان شاء الله. قبل ما نبداو هذا الفيديو خوتي، ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم مع الاحباب ديالكم. ما تنساوش تصليو على النبي على بركة الله. نبداو الفيديو ديال اليوم ان شاء الله. كما قلت لكم خوتي، راح نتواجدوا في مدينة وجدة اللي جاية في الشرق المملكة المغربية. بالنسبة للناس اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو هذا ولا اللي كيتابعونا عبر صفحة سوفي شو تيفي فيسبوك ولا قناة سوفي شو تيفي في يوتيوب، الناس اللي كيتبعونا خارج أرض الوطن كل الجنسيات ديالهم مرحبا بكم معنا. هذه اللي احنا اللي راها أمامنا حديقة لالة عائشة. هذه وحدة من أقدم الحدائق في المغرب، ماشي غير في مدينة وجدة ولكن في المغرب كامل. هذه راني داير عليها فيديو خاص غير على هذه الحديقة هذه، وكانوا فيها الله اعلم الى راني عاقل اكثر من 250 نوع نباتي ديال الزهور الى اخره. هذه الحديقه، اللي صممتها فرنسا وهي اللي دارتها على ارض الواقع، والمساحه ديالها اللي تقريبا 15 هكتار اللي كان فيها، ما بين 15 و 20 الله اعلم هكذا. المهم معلومات كامله راه كاينه في واحد الفيديو خاص بها، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. هذه هي مدينه وجده اخوتي، المدينة اللي بدأت بها الحداثة في المغرب، المدينة اللي تأسست فيها أول مدرسة ابتدائية في المغرب. هذه دائما كنقولها ونأكدها، أول مدرسة ابتدائية في المغرب تأسست في مدينة وجدة، وأول إعدادية في المغرب تأسست في مدينة وجدة، أول بنك المغرب في المغرب تأسس في مدينة وجدة، أول محطة قطار في المغرب تأسست في مدينة وجدة. يعني مدينة وجدة من هنا بدأت الحداثة في المغرب. أي حاجة كتتعلق بالعصرنة في المغرب بدأت بهذه المدينة، هذه مدينة وجدة. الآن خوتي أنا جيت من مدينة بركان وغادي نصور هنايا في مدينة وجدة. يعني أنا دروكي راني ضيف عند الوجادة. الوجادة واش كاين شي ترحيب ولا ما كاينش؟ تحية الإخوان الوجادة اللي كيتبعونا، ودائما راني نقرا التعليق ديالكم. شكرا جزيلا على المتابعة ديالكم وعلى التعليق الإيجابية. هذا هو مستشفى الفارابي بمدينة وجدة. مستشفى الفارابي هو هذا، الله يشافي المرضى، اللي عنده شي مرض الله يشافيه. هذا هو المستشفى اللي معروف في الشرق وفي المغرب كامل، مستشفى الفارابي. الاخوان دركي غادي ندخلوا النواحي ديال المدينه القديمه. هنا كاينه ساحه سيرت، الساحه اللي معروفه في مدينه وجده. الساحة هذه معروفة في مدينة وجدة، ساحة سيرت. هنا كاين الباب الغربي، معروف عاود الباب الغربي. مدينة وجدة، هذه هي مدينة وجدة، المدينة اللي عندها تاريخ. وجدة يا نوارة. هذه الكنيسة واحدة من الكنائس الأوائل في المغرب. هذا احد الابواب ديال المدينه القديمه. ساحه 16 غشت هي امامنا.
هنا فين جيت صورت مع سير ريد بول اللي كيطيب الريسان الى اخره. سير ريد بول اللي كيطيب الريسان فورين الملقب بالريد بول. هذه هي الساحه، كيكونوا هنايا بزاف ديال الاكلات في الشارع في الليل، اغلبيه كيكونوا في الليل. مدينة وجدة، هذه هي المعلمة، باش الساعة هذه هي باش معروفة مدينة وجدة. سوق سيدي عبد الوهاب ولا اسواق سيدي عبد الوهاب، هذا السوق هذا معروف في وجده، واحد من اكبر الاسواق اللي كاينين في وجده، اللي تقدر تلقى فيهم اي حاجه كتدور عليها، حوايج ديال الماكله، الحوايج ديال الكسوه، ديال الملبس، كلشي كاين هنا في هذا السوق هذا. اللهم بارك، سوق اللي معروف سوق سيدي عبد الوهاب. كاين المواد الغذائيه بالجمله، كاين بزاف ديال الحوايج، الملابس بالجمله، كلشي كاين. ايوا قتلو غير ستوبات في وجدة، وجدة غير ستوبات. ساحة سيدي عبد الوهاب هي هذه كما كتشوفو، كاين هنا التجار، تجارة محركة تبارك الله، اللهم بارك، الله يسخر الجميع ان شاء الله. هذه هي الساحة، ساحة سيدي عبد الوهاب، في العشية كتكون عامرة، كتكون بلان، دوك راه كاين الناس يعني راهم يتجروا، ولكن في العشية بكي كيبرد الحال كدعي وكتزيد تعمر عاد كثر. تبارك الله، كل واحد واحد راه يتجر نوع من التجارة. السيركيلاسيون مزير في هاد البلاصة هذه، هذه يعني السونتر ديال المدينة، يعني بحال 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 صعيب صعيب باش تفوت من هنا. هذه
حديقة فلا مريم. وجدة عاصمة الثقافة، هذه أول ثانوية اللي قلت لكم عليها أخوتي، أول ثانوية في المغربية هذه، ثانوية عمر ابن عبد العزيز، تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك وزد في ذلك، هي أول ثانوية. النقطة الإيجابية في هذا الشارع هذا هو هذا الجر اللي كاين، اللهم بارك، الشارع كامل غير جر والظل ديالو، شوف كل واحد، الناس اللي يتمشاو تحت الجر يمشيو في الظل، والوطن باركينهم دايرينهم في الظل، الظل ديال الجر، تبارك الله. الشارع هذا حتى هو من الشوارع الرئيسية في مدينة وجدة. الله يا رب.